بعض الناس بتفكر وبتقول إنه الجنة هي حكر فقط على المسلمين، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا بسيدنا محمد، آمنوا بسيدنا عيسى، آمنوا بسيدنا موسى، آمنوا بسيدنا إبراهيم، آمنوا كل من آمن واتبع رسوله وما أنزله الله عليه فهو إن شاء الله من الناجين. حضرتك ليك تصريح انه حضرتك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. هذا من فضل الله وكرمه. شفت ايه فضلتك؟ يعني شفت ايه؟ يعني اكيد كلنا بنتمنى هذا الشرف، لكن خلينا نعرف من حضرتك. كنت سعيدا لأنها كانت أولى حياتي عندما تخرجت من الكلية ورأيته حول الكعبة يطوف، ورأيتني أسير خلفه، وفسرت الرؤية بأن أحج، والحمد لله كتب الله لي الحجة في هذا العام، وأنا من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي كثير من قصائد المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعو الله أن يشفعه فينا وفي سائر المسلمين. اللهم آمين.